عن حديث يعني تم مؤخرا عن اتفاق يعد لإخراج جبهة النصر والمسلحين من الغوطة الشرقية ومن القلمون الشرقي أيضا، إلى أين وصلت الأمور في هذا السياق؟ نحن أمام تعبير الدارج هبت لحم الهبدة، يعني نسمع أحيانا أن هناك وصلنا، يتم تسجيل الأسماء سواء للعناصر الإرهابية المسلحة أو لذويهم الذين سيخرجون.